المرأة اختلف دورها اختلافا كبيرا بين الريف وبين المدينة، لا شك في ذلك. هذه أول حقيقة يمكن أن نقدمها بين يدي هذا الكلام. المرأة اختلفت أحوالها بين الريف والمدينة اختلافا كبيرا. في الريف المرأة تعمل في مختلف يعني مجالات العمل، كما تعلمون المرأة تقوم بأعمال شاقة، الرحالون ذكروا ذلك، ولدينا إشارات كثيرة إلى أن المرأة كانت تقوم يعني بدءا من الحصاد ومن البذر ومن أعمال كثيرة وإعداد الطعام وغير ذلك، كانت المرأة تقوم بأعمال الحقل حقيقة. وهذا كان يعني يمثل دورا اقتصاديا للريف، للمرأة في الريف. كل أعمال الريف كانت المرأة تقوم بها، فضلا عن تربية الجاموس في الأماكن في مناطق الأهوار، أعمال كثيرة جدا تقوم بها المرأة عدا ما يتعلق برعاية الأسرة. كذلك الأمر في البادية بالنسبة للقبائل التي كانت يعني تستوطن البوادي. في المدينة كانت تعمل ولكن عمل مختلف تماما، كانت تعمل في الغالب في النسيج، في صناعة النسيج، وقد ذكرنا ذلك ربما في يعني حلقات فائتات أن المدن العراقية كان معظمها مصانع نسيج، الكل كان ينسج، لكن العبء الرئيسي في قضية النسيج، والنسيج بمعنى غزله وقصره ونقشه، ويعني كل هذه الجوانب كانت تقوم بها المرأة.